يا دكتور محمود، يعني طبعا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحليل للهيئه العامه لارصاد الجويه معانا على التليفون، وبقالنا كتير حضرتك ما كنتش معانا. طبعا كل سنه حضرتك طيب، وده في البدايه. وتاني حاجه بقى سؤالي لحضرتك، يعني هو احنا شفنا درجات الحراره والارقام وكل حاجه، ولكن اللي احنا بنشوفه حاجه واللي بنشوفه بقى على الواقع حاجه تانيه. احنا بنشوف فصول السنه تقريبا كلها في نفس اليوم او اليوم الواحد يعني، فخلينا نعرف من حضرتك اكتر. اتفضل يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذ احمد. استاذ كريم اهلا بيكم، اهلا بكل بحضرتك. مشجعي النادي الاهلي. في البدايه طبعا مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نبارك له مع نهايه يا رب ان شاء الله بطوله افريقيا كمان ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا بالفعل احنا فصل الربيع عاده هو في تقلبات جويه حاده وسريعه بنشوفها في فصل الربيع، ودي من سمات فصل الربيع ان احنا ممكن زي ما حضرتك ما وصفتي شهور المواطنين ان هم بيشوفوا كذا فصل فعلا في اليوم. الصبح بنلاقي اجواء تميل الى الشتويه الى حد كبير، بعد الظهر بنشوف اجواء تميل الى الاجواء الصيفيه، بالليل برضو اجواء تعتبر خريفيه. فطبعا ده شيء يعتبر طبيعي لحد ما فصل الربيع، عشان كده بنكون حذرين شويه في تحديد نوعيه الملابس حسب طبيعه عملنا على مدار اليوم. الناس اللي بتشتغل بالليل او بتخرج الصبح بدري لازم يكون يعني معاهم حاجه كده تحميهم من انخفاض درجه الحراره، جاكيت او حاجه. ايضا الناس اللي بتبقى موجوده بتشتغل في وقت الظهيره وفي عز الظهر وهم خارجين سايقين او حاجه، يعني لحد ما بتكون الملابس صيفيه بس معاهم جاكيت عشان لو رجع بالليل. بس ممكن اقول حاجه يعني ملحوظه كده سريعه جدا، شهر خمسة اللي فات انا حسب ما انا فاكره الجو كان حر، بس يعني ما كانش فيه التقلبات اللي بنشهدها هذا العام، ما اعرفش برضه حضرتك تقول لي. هو بتختلف حضرتك من سنه لسنه، قوه الموجات الحاره في فصل الربيع بتختلف من عام لاخر، ما بتبقاش ثابته طبعا لانه يعتبر فصل انتقالي ما بين فصلين اساسيين اللي هم الصيف والشتاء، فالفصول الانتقاليه ما بتكونش ثابته في ظواهرها الجويه او الكتل الهوائيه اللي بتاثر عليها. لانها زي ما بنقول فصل تقلبات حاده وسريعه، فالكتل الهوائيه ما بتكونش توزيعات الضغط فيه ثابته على سطح الارض او حتى في طبقات الجو العليا. تمام. يعني زي ما حضرتك ما بتقولي ممكن يكون زي ما بنقول كده السنه اللي فاتت الصيف دخل بدري شويه، يعتبر 1 مايو او بدايه شهر مايو هي يعتبر انتصاف فصل الربيع. فيعني فضلنا شهر ونص على نهايه فصل الربيع، فالى حد كبير بيكون النص الثاني من فصل الربيع قريب الشبه بفصل الصيف. تمام. لكن طبعا احنا بنقول الايام الجايه هتشهد بالفعل ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره. من يوم الثلاث لغايه يوم الخميس هنلاقي درجات حراره على القاهره على سبيل المثال هتتجاوز ال 30 درجه مئويه، بل وتصل الى 34 و35 درجه يوم الخميس. ممكن نشوف مع الكتل الهوائيه اللي هتبدا تاثر علينا من يوم الجمعه انخفاضات ثانيه في درجات الحراره، عوده الى درجات الحراره ال 27 وال 26 درجه وقت الظهيره، وال 17 وال 15 درجه في الساعات المتاخره والساعات الصباح، بل وممكن نشهد كمان فرص امطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه. فبنعتبر لسه التقلبات موجوده معانا رغم ان هيكون معدى حوالي 5 ايام او اسبوع من شهر مايو، الا انه ما زال طبعا هناك تقلبات جويه في فصل الربيع. رائع جدا، تغطيه كالعاده رائعه منك دكتور محمود، نشكرك جدا جدا عليها. شكرا.